صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواندو وعلى كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد في بداية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي، وأخبار رياضية أهلاوية كمان جديدة، أخبار بتخص الفريق الأول لكرة القدم وأكيد كمان باقي الأنشطة الرياضية. خلونا نبتدي بالفريق الاول لكره القدم اللي النهارده بيستأنف تدريباته. تجمع الفريق كان الساعه 10 صباحا والتدريب كمان شويه الساعه 11 ان شاء الله على ملعب مختار التتش، استعدادا بقى لمباراه يوم الثلاثاء ان شاء الله مع بلديه المحله في الدوري باذن الله. يعني يمكن كمان عايزه ابارك طبعا لكل الاهلاويه ولفريق الكره بالنادي الاهلي صعود او تاهل النادي الاهلي لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على ميديام اكيد في غانا بهدف حسين الشحات. كمان امبارح فاز فريق يانج افريكانز التنزاني على شباب لوزداد باربع اهداف مقابل او بدون رد، وبكده تاهل النادي الاهلي او صعد لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا برصيد 9 نقاط، ويانج افريكانز التنزاني برصيد 8 نقاط. في مباراة هتجمع الفريقين يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله في القاهرة، هيتحدد من خلالها مين هيكون أول المجموعة، بنتمنى أكيد يكون النادي الأهلي، بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق. الحقيقه ناشئين النادي الاهلي كمان لكره القدم عاملين الكام يوم اللي فاتوا ماتشات اكثر من رائعه. خليني اقول لكم انه مواليد 2008 فازوا امس على الجونه بهدف دون رد، احرز الهدف اللاعب حمزه عبد الكريم، ودي كانت الجوله ال 22 من بطوله افريقيا او عفوا من بطوله الجمهوريه. بهذا الفوز بيرفع النادي الاهلي مواليد 2008 رصيده للنقطه 57. أما فريق مواليد 2009 ففاز أول أمس على وادي دجلة بأربعة أهداف دون رد، وأحرز الأربع أهداف سيف كريم، خالد يحيى أحرز الهدف الثاني والرابع، وكمان الهدف الثالث أحرزه محمد أمين، وبنتمنى لهم أكيد كل التوفيق. الحقيقي أنه ناشئين النادي الأهلي بكل الأعمار عاملين ماتشات أكثر من رائعة، حتى لما بيخسروا أي مباراة بيرجعوا بعدها يكسبوا مكاسب متتالية. النهاردة كمان هيكون في استوديو تحليلي ومباراة هتكون مباشرة على شاشة قناة النادي الأهلي المواليد 2003 نادي الأهلي والاتحاد السكندري، مباراة هتكون على ملاعب نادي الأهلي بمدينة نصر، بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق. ومين من كرة القدم لكرة الطايرة رجال، مباراة نصف نهائي كأس السوبر النهاردة هتكون مع طلائع الجيش على صالة اتحاد الشرطة، هتكون الساعة 8 مساء إن شاء الله، بنتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله يتأهلوا كمان لمباراة النهائي من كأس السوبر بإذن الله. واستكمالا لاخبارنا وسيدات كره الطايره اللي تاهلوا بقى بالفعل الى نهائي بطوله كاس السوبر المصري بعد فوزهم على نادي الصيد بنتيجه 3-0 امس. تاهلوا الحقيقه كان في مباراه سبورتنج ومباراه نادي الزمالك امبارح علشان تحدد مين هيلعب مع النادي الاهلي في النهائي، وتحدد بالفعل هيكون بكره مباراه النادي الاهلي مع نادي الزمالك في نهائي كاس مصر ان شاء الله او كاس السوبر المصري. المباراه هتكون على صاله اتحاد الشرطه برده الساعه 8 مساء باذن الله. حابة أكيد أفكر مشاهدينا أنه كمان صاحب أو مين اللي كسب ببطولة السوبر المصري الموسم الماضي، وكان النادي الأهلي لما فاز على نادي الصيد بنتيجة 3-0 برضو. استكمالا لباقي اخبارنا وسيدات كره السله اللي فازوا امس على نادي الزهور في دوري السوبر، المباراه كانت الساعه 6 على صاله نادي الزهور، الشوط الاولاني انتهى بنتيجه 24-16 والثاني بنتيجه 51-31، الثالث بنتيجه 65-47 عشان تنتهي المباراه او الجوله الرابعه بنتيجه 80-64 لصالح النادي الاهلي. واخر اخبار معانا النهارده ومنتخبنا، منتخبنا الوطني منتخب مصر لكره السله رجاله، الحقيقه العام اللي حدد دلوقتي بطوله اكثر من رائعه، قدر يكسب كمان في اول جوله وفي ثاني جوله. ثاني جوله امبارح فاز على مدغشقر في تصفيات بطوله افريقيا، المباراه انتهت بنتيجه 97-66 وتصدرين المجموعه. الجوله الثالثه هتكون النهارده من البطوله، هتكون مع كوت ديفوار ان شاء الله، هتكون على صاله دكتور حسن مصطفى الساعه 7 مساء، بنتمنى لهم اكيد كل التوفيق ولكل لاعبينا المشاركين من النادي الاهلي منتخب مصر ولكل منتخبنا الوطني ان شاء الله كل التوفيق. دي كانت سريعا كل اخبارنا النهارده من مقر رئيس للنادي الاهلي بالجزيره، وانا معاكي يا نهاند، معاكي يا كريم، لو عندكم اي استفسارات تانية اتفضلوا. الحقيقه ما فيش غير